ان شاء الله. في كتير من التحذيرات الطبية يا منى من التهابات بتصيب العيون بسبب موجة الحر اللي احنا موجودين فيها. احنا مش متفاجئين، احنا عارفين ان كل سنة بيجي صيف. انا بقالي 3 شهور بتعالج القصة دي، عندي عين بقوم الاقيها في مشكلة فيها. عندي اسئلة كتير طبعا ده. اكيد، لكن عايزين نعرف اكتر عن ايه سبب، لانه ممكن يكون السبب حالات فردية وبيختلف من شخص لآخر، وايه كمان طرق الوقاية عشان ما يحصل لناش ده. دكتور إيهاب سعد، أستاذ بقسم العيون كلية الطب قصر العيني، معنا على التليفون. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. أهلا وسهلا دكتور إيهاب. أهلا بيك دكتور إيهاب. بداية برحب بحضرتك أستاذ معفوش يكدبه، بس خلينا نعرف هل في أسباب لاحمرار العين بالذات، أو في ميكروب بيصيب العيون في هذه الفترة مع الحرارة الشديدة؟ والله يا فندم إحنا يعني بحضرتك تطرحي السؤال في منتهى الأهمية في الدنيا، لان احمرار العين ممكن يعكس ميكروب زي ما حضرتك اتفضلتي وقلت كده، قد يكون بكتيريا او فيروس، او الناس اللي بتلبس العدسات اللاصقه بيجي لها فايليات في منتهى الخطوره اللي في الدنيا تسبب فقدان الابصار، او قد يكون التهاب قزحي جوه العين، او قد يكون قرحه على القرنيه، وكل حاجه من دي ليها اعراض مختلفه وليها علاجات مختلفه تماما، او قد يكون برضو من الحاجات المهمه جدا ارتفاع حاد في ضغط العين. فانت عارف حضرتك ده سؤال بنساله لطلبه سنه ثالثه ورابعه في الكليه، سؤال مستمر، ايه اسباب احمرار العين وازاي تفرق بينهم وبين بعضهم. اللي عايز اقوله لحضرتك ان الفروقات ما بتتمش في التشخيص المنزلي في البيت ولا بتتم في الصيدليه، الفروقات دي عشان هي فيها خطوره شديده طبعا. في طريقه علاجها ونتائج طريقه علاجها لازم طبيب متخصص يبص على المريض ويعني يدي العلاج المظبوط. هي المشكلة يعني يا دكتور إيهاب إن الناس بتقلد بعضها وبتعتبر إن مجرد ما حط قطرة تنظف العين أو ترطب العين هو كده هيبقى تمام، زي ما حضرتك قلت ما إحنا مش عارفين إيه السبب، فإحنا عمالين بنعالج عرض لكن ما عالجناش المرض نفسه. لكن السؤال بقى، هل الحر بيكون فيه مشكلة فعلا والحر بيظهرها، ولا الحر نفسه في حد ذاته بيخلق المشكلة؟ طيب يعني سؤال حضرتك يعني جنب الملاحظه يعني القويه جدا حضرتك قلتيها يحمل كذا نقطه مهمه جدا احب اوضحهم للساده المشاهدين. نمره واحد، القطرات الاحمرار اللي ما بيخفش بقطرات بسيطه مرطبه او قابضه في خلال يومين ثلاثه، ده يساوي ان انا لازم اروح اشوف طبيب معالج، ده حاجه مهمه جدا. بقيه الاعراض اللي مع الاحمرار، يعني انا مثلا لو عندي حساسيه شديده من الضوء مش قادر افتح عيني في النور وعيني عماله تدمع مع الاحمرار، لا يبقى ده انا عندي مشكله او قرحه في القرنيه. لو عندي الم مستمر في العين زي الصداع زي المغص، عارفه الم يقول لك الاستاذ كودي يقول لك عامل زي المغص مش قادر احدده، ايوه ضعف في الابصار، لا يبقى عندنا مشكله. غير ان احنا عندنا شويه عمص او التهاب بكتيري او كده. طب حضرتك قلت لو احنا هنروح نكشف، كشفنا ومفيش حاجه في قاع العين والعين زي الفل فيزيكالي كده مفيش حاجه بالكشف ولا بالاشعه، يبقى في ايه؟ يبقى والعينتين بيبقوا يوجعوا في الظروف دي مع الحراره الشديده، ولا عين واحده؟ طيب يبقى احنا نعرف علامات منها. نفكر بقى في البني ادم، ما نفكرش بس في عاديه. احنا حوالين العين في يا فندم في جيوب انفيه. ايوه الجيوب الانفيه دي مفروض فراغات بتساعدنا في تكوين الصوت، وهي ربنا خلقها فاضيه. لما بيحصل التهاب في الجيوب الانفيه بيحصل ايه؟ جنب ان انا بيبقى عندي كاني بتكلم من مناخيري نيزل تون، زيك مساء الخير يا استاذة منى. ايوه بيبقى دلع ساعات، يعني ما نعرفش نغني ساعتها، ما نعرفش نغني خالص. لا مسكوم او مسكوم بالبيت، مش عارف تقولي البيت. نعمل ايه؟ الحالات دي ده يسمع في عينينا. لو حضرتك اي حساسيه في الانف، عارفة القدوات الدمعية طبعا بتصرف في المناخير كلها، لو الأنف عندي نوع من الحساسية أو التضخم في الجيوب الأنفية ده يسد مجرى الدموع ويخلي عينينا تدمع بزيادة. الاتنين ولا واحدة؟ حسب بقى، ما مسكومة ناحية واحدة ولا ناحيتين. وده بيحصل مع الفترة دي بننام في التكييف يا إيمان مثلا. أيوة. وكده وناس طبعًا بتنام فاتحة بقها، فبيحصل في الجيوب الأنفية. هي أعتقد يعني السؤال كمان يا دكتور إيهاب إنه أعلق على اللي فاتح بقه ده مهم جدا. الطفل اللي فاتح بقه وبالليل بيشخر أو الراجل الكبير لازم أفكر في اللحمية، وخدي بالك ده بيغير شكل وشه خالص. صحيح اللي هو بيبقى عنده ضب وشفايفه فوقانيه كده رفيعه ولفوق وبيخنفر طول الوقت.
اه لازم الام تلاحظ يعني. لازم تطمن على كده طبعا يا فندم. طبعاً. طيب طبعاً. هل في يا دكتور ايهاب متلازمات معينه لو كانت موجوده ده بيدينا مؤشر ان ممكن الحاله تكون ايه؟ يعني خطوط عريضه كده، يعني مثلا لو في مايجرين او صداع نصفي طول الوقت، هل ده بيدينا مؤشر مثلا في ضعف في النظر او في مشكله في الجيوب الانفيه؟ لو في ارهاق او دوخه ممكن يبقى ليها علاقه بايه؟ تمام. لا لو حضرتك بتتكلم على الصداع النصفي، من المظاهر المهمه قوي قبل ما يحصل الصداع، انت عارفه الصداع النصفي بالذات كان بيبقى له مقدمات. طبعًا. يعني ايه؟ يعني الواحد ممكن يشم ريحه وحشه ويقول لك اه ده النوبه جايه لي. احنا بالنسبه للعيون بنشوف ان مجال الابصار بيقل، حاجه اسمها سكوتوبسيا، ان احنا انا بدل ما انا شايف الارض ممتده قدامي، لا ده انا عندي النص اليمين مش قادر اشوفه، وبعديها على طول تيجي نوبة الصداع. دي من الحاجات المشهورة جدا اللي تخلي المريض ياخد العلاج أول ما تجيله النوبة أو مقدمات نوبة الصداع. فدي حاجة في منتهى الأهمية حضرتك ذكرتيها. أنت عارفة حضرتك العين فعلا نافذة الروح، وده كلام يعني بجد يعني مهم، لأن إحنا الدكاترة الوحيدين اللي بنشوف العروق بتاع الجسم كله في الشبكية بالعين المجردة. فاقدر احكم على الكلى مثلا وظيفتها، اقدر احكم على ضغط العين، اقدر احكم على مريض السكر، اقدر احكم على ارتفاع ضغط المخ سواء. والله يا دكتور ايهاب بص يعني انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، موضوع العيون ده بحر كبير قوي، سواء العيون اللي بيبان الحب فيها او العين بتحب وبيبان عليها والحاجات دي لحد بقى الامراض الكتيره، فاحنا بقى حضرتك تشرفنا ونيجي نقعد هنا مع بعض ونتكلم اكتر في موضوع العيون ده باذن الله. شكرا ليك دكتور ايهاب سعد استاذ قسم العيون بكليه الطب قصر العيني، شكرا جزيلا لحضرتك. موضوع العيون ده موضوع كبير يا مهندس، محتاجين نتكلم فيه كمان، لان في غلطات بين الاولاد بيعملوها، التليفونات اللي على طول في ايديهم، في الاخطاء اللي بنعملها، البيسين، البحر، حاجات كتير بتاثر، وفي الاضاءه العظيمه اللي احنا عايشين فيها، عشان تعرفوا بنضحي علشانكم.